جزاكم الله خيرا. سؤال آخر أيضا له صلة بالموضوع، يقول: ما ميزان الوسطية في من يرمي الدعاة والمشايخ وينتقصهم ويسخر بهم ويتتبع عثراتهم، وبين من يعظمهم ويتبع آثارهم ولو أخطأوا؟ لا، يتبع آثارهم ولو أخطأوا لا، لكن يتبع آثارهم ما لم يخطئوا. أما تتبع عثراتهم وغلطاتهم ليزهد فيهم وينفر عنهم، هذا أيضا لا يجوز. كما ذكرنا، إن كان القصد هو تنقص الأشخاص والحق من قدرهم هذا لا يجوز. أما إن كان القصد بيان الحق دون تعرض للأشخاص فهذا لا بد منه، هذا من النصيحة. نعم.